يا صباح الجمال، يا صباح الهنا، كل سنة واحنا بخير ورمضان كريم. النهاردة هنعمل جلاش سريع جدا بسيط، صوابع حلو جدا. العيال بتحب الصوابع كتير عن الصواني، عن القطع. هنا عندي عجوة متفصصة وجاهزة، انا دايما بفصصها واحطها في بره التلاجة عشان ما تبقاش جامدة، ماشي؟ او تجيبيها عجوة مطحونة عادي. هنا عندي سمنة على جنب، السمنة دي هستخدمها اخر حاجة. انت بقى سمنة زبدة، سمنة بلدي، براحتك، بقلل الامكانيات. ممكن زيت على فكره. هنا جوز الهند وزبيب وزداني، ممكن تحطي مكسرات اللي هي لوز وبندق وفستق وعين جمل عادي، مفيش مشكله خالص اللي انت عايزاه. بصوا هنا انا عشان الرخامه بس صغيره، فانا حاطه نص كيلو جلاش فريش وطازه، اهم حاجه يكون فريش، تمام؟ ده على فكره اللي بيتباع بالكيلو اللي هو السايب، مش اللي في العلب. اللي في العلب مش حلو، مش ظريف، ومش مش بيبقى نص كيلو. بصوا هنا انا هاخد رقين اهو، بصوا ادي واحد اتنين، شايفين اتني حرفه كده؟ عشان انا بس عشان اوريه لكم، انا مش هتني الحرف يعني، انا بوريه لكم ان انا بس اتنين. بصي هنعمل ايه بقى، احنا هنفرد عليه كله مش على الحرف بس. الفكره في ايه؟ الفكره ان انت يبقى الحشو في الطبقه كلها مش في الاول بس. اهو انا بس حبيت اوريكم هنا اهو. هو بياخد حشو طبعا اكتر شويه من اللي بيتحط على الطرف، بس عشان نعمل حاجه حلوه ومظبوطه. بصوا اهو تلفي بكره، اضغطي اضغطي، جلاش اتقطع بس هو اصلا مفيش مشكلة، جاي في النص مقطوع. ناخد دي كده اهو، مشكلة في مساحة ال هنجيب البتاع، المساحة بتاعت الرخامة بصراحة مش مساعداني. هندهن الصينية حلو جدا، تمام اهي. طبعا هنركن السمنه دي، انا مش عايزاها دلوقتي اصلا، هنركنها نحطها في الاخر خالص. خدوا بالكم انا ما حطيتش سمنه في النص، مش هحط، انا بقى حاجتنا كده عشان هناخد الجزء ده نقطعه. واضح؟ اقطعيه بقى زي ما انت عايزه اهو، كبير بقى صغير زي ما انت عايزه. عايزه تقللي في الحشو ما يطلعش تخين منك قوي كده، براحتك. بس هو كده اصلا اللي مدخله مش الجلاش، بصوا اللي مدخنه الحشو. عايزه تقللي الحشو، تمام مفيش مشكله. اعملوا بس الطريقه دي صدقوني هتعجبكم. بصوا شايفين، يعتبر طبقه خفيفه جدا من الجلاش. وهبتدي بصوا، يعني ده هتقولي لي كل ده صابع جلاش، انا قصدي ان انا اعمله تخين عشان بصوا، بصوا الحشو عامل ازاي من جوه، حاجه كده واو. يعني طريقه مختلفه عن الطريقه التقليديه، بس صدقوني هتعجبكم قوي اهو. لما تيجي تكليبه او تقطمي هيبقى معاكي مليان حشو اهو. اللي انا فيه احنا ممكن نفك دي تاني كده اهو، نبرم اهو. الرخامة بتاعتنا طبعا نظيفة، قلنا احنا الرخامة بنطهرها بالخل. هناخد قطعتين كمان ادي، بصوا خدوا بالكو بس ورقتين اهو. اتفرجي بقى على جمال الحشو ده هيبقى عامل ازاي من جوه. بصوا ورقتين بس اهو، ناخد شوية حشو كمان. انا بعمل على فكرة برطمان كده في التلاجة، بحفظه في التلاجة، بيقعد معاكي شهر رمضان بقى، بيقعد معاكي طول السنة.
دي طريقة مختلفة يا جماعة للجلاش، عشان محدش يقول ايه الصوابع التخينة دي، هي لازم تطلع معاكي تخينة عشان الطريقة دي. احنا عاملين تقريبا كذا نوع جلاش على فكرة في القناة، احنا مش هنحط اي حاجة، اي سوائل سمنة او كده، بس هنقوم بالواجب بقى بعد كده. انا بحتاج برضو سمنة كتير زي الكنافة اهو. اهم حاجة السكينة بتاعتك تبقى حامية. اهو احنا قلنا فكرة الجلاش دي مختلفة عن الفكرة التقليدية، يعني ممكن تحطي بس لكل واحد صابع بس في الطبق بتاعه. نعمل الحرف هنا مش مشكلة، ده اهو برومي قوي كده بس عشان ايه ما يفكش منك. خلص الكمية وارجع لكم تاني. دي هنحطها على فكرة، مش هنرميها، حتة القطعة دي هحطها في واحدة من انا بلفها. لحظة وهرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني بقى نعمل بالعجوة. عرضي برضو كده. على فكرة ممكن تفرديها برضو عليها كلها، بس عايزة مش العجوة دي، عايزة العجوة اللي هي اللي هي المهروسة اللي هي العجينة، وتفردي عليها كلها. لكن في دي لا، دي هتاخد كمية كبيرة ومش هتعرفي تظبطيها. اهو برضو انا عاملة ورقتين اهو، وهتلفي نص كيلو جلاش بيعمل لك كمية حلوة. برومية حلوة قوي كده. عايزة تصغري بقى الصابع نفسه براحتك، عايزة تعملي الحجم اللي انا حطاه ده براحتك مفيش مشكلة، قصدي في الطول. لكن هو اصلا كده كده احنا قلنا ده جلاش مختلف عن الجلاش العادي، بيطلع تخين عشان طريقة الحشو نفسها. نعمل واحدة عجوة كمان عشان خاطر دي كده من اسهل لك ان انت تجهزيه وتحطيه في الثلاجة، او مش في الثلاجة خليه بره زي ما انا حطاه، على اساس ان هو ما يبقاش جامد معاكي وانت بتشتغلي. اهو ان شاء الله الطريقة دي تعجبكم، حلوة جدا. اهم حاجة بس قللي في حجم الجلاش عشان ما يبقاش مش حلو، يعني كتري في الحشو وقللي في الجلاش. على فكرة احنا عاملين، انا عاملة كذا نوع جلاش حلو قوي، عاملة جلاش بالشوكولاتة وبالمربى. ادخلوا بس على القناة هتلاقوا كذا حاجة للجلاش. احنا قلنا ده ما دهنهوش، هوريكوا بقى احنا هنعمل ايه. مش لازم تعملي النص كيلو كله، انت ممكن تشيلي الباقي في الفريزر تستخدميه في اي حاجة تاني. دي لقيتها كبيرة قوي، اضطر ان انا اقسمها اتنين. ممكن تعمليه برضو الحجم ده. بصوا انا حابه اني انا ما اخليش الصابع كبير كده. بصوا هعمل برضه هوريكم فكره تانية، عشان احنا في الصيام انا بعمله كده وبعمله نفس الحجم ده والطول ده، بس انا هصغره وهنعمله اتنين علشان احنا في الصيام ما حدش ياكل جزء ويسيب الجزء التاني. انا ممكن حد يبقى كتير عليه فعلا الصابع، في ناس بتاخد صابع جلاش بس. هنعمل ايه؟ بصوا فكره بجد حلوة جدا. بصوا هيبقى نفس حجم كعب الغزال كده اهو. برومي انا الفكرة دي لسه جايلي حالا، لاني بعمله في الايام العادية الحجم ده بس الصابع كله بيتاكل، لكن في رمضان الاكل خفيف جدا ف
الصبع اللي اللي هيتقطم مش حدش هيرجع له تاني من العيال. وعندي ولادي كده اهو، فصغرنا الحجم. مش عايزه اقول لكم جربوا، بس الجلاش ده هيعجبكم جدا بنفس الطريقه. فكره الجلاش ان هي تبقى قليله والحشو كتير، دي فكره حلوه. برضو في العجوه الحشو ده مش هنرميه اهو. انت عارفه ان ممكن الاشخاص اللي عندك ياكلوا الصابع كامل على بعضه، يبقى ما تقطعهوش كده، او عايزه تقطعيه لمجرد الشكل مفيش مشكله. لكن انا قطعته دلوقتي، افتكرت ان احنا في صيام مش هياكلوا الصابع كله على بعضه. اهو برضو ده بيعتمد على السمنة. معلش هزف الكاميرا اهو، انا اعتبر قطعته كله اهو، بس فيه قطع وسط بقى مش هنقطعها. بصوا بقى هنعمل ايه، احنا قلنا الرخامة بتاعتنا نضيفة مش هنرمي اي حاجة اهي. نيجي بقى للسمنة، هنركن دي على جنب، نحطها في صينية تانية او شيليها خالص، حطها في الفريزر. دي بقى مش بالفرشة، دي مش بالفرشة، دي بصوا لازم تتغرق كده، الفرشة هتبقى قليلة. احنا قلنا نجاح الجلاش والكنافة اهو، لازم عشان هو بياخد سمنة حلوة كتير، يعني ممكن لفة الجلاش اللي هي نص كيلو تاخد 8 كيلو سمنة عشان يطلع حلو معاكي كده. واحنا مش حاشينه، خدوا بالكم من جوه، فلازم تظبطيه في السمنة من بره. تمام، هوريهولكم بعد ما يخرج الجلاش اهو. بعد ما خلص بصوا شكله، لونه خطير بجد وطعم تحفه. بصوا جربوه هيعجبكم جدا بالطريقه دي، انا بعمله كده طول السنه، حلو جدا، احسن من الطريقه التقليديه العاديه. اشوفكم في فيديو اخر، باي باي.